في شهر رمضان الماضي تم إطلاق حملة سباق الخير ضمن مشاريع جمعية حياء التراث الإسلامي، وكان المشاريع اللي عرضناها عليكم المزارع الوقفية. فضل الله سبحانه وتعالى ثم تبرعاتكم ومساهماتكم تم شراء الأرض واستصلاحها وإدخال الكهرباء ووضع السور لها. زرعنا أكثر من 5000 شتلة موزعة على 3 أصناف ما بين الليمون والمانجا والجريفود. ريع هذه المزارع الوقفية تصرف على الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل وحلقات تحفيظ القرآن وغيرها من المشاريع الخيرية. جزاكم الله خير يا أخوان، وعسى الله يا ربي يجعلها بميزان حسناتكم.